عروستنا جت. وحشتني. بكره فرحك الساعه 7 مساء. فرحي انا؟ مش معقول. ايوه فرحك انت. يا ترى على مين يا بابا؟ في ايه؟ بتتوشوشي تقولوا ايه وانا قاعده؟ زغرات يا ابو محمود بطت لك في القفص. السلام عليكم. سلام يا اخويا. اه وضبوا البيت كويس قوي، سياده المستشار جاي. باي باي يا بابا. مستشار ايه وعريس ايه يا بنتي ما تفهميني؟ انا مش فاهمه حاجه، كان قدامك ما سالتوش ليه؟ يا اختي عريس مشي وعريس جاي وابوه مستشار وبيعملوا قوانين والنبي ما انا فاهمه حاجه. وعندك واحد تاني ميزه وصلحه والسكر بره. النار يا باشا احلى نار. عندي ليك خبر يجنن يا ابو حنفي. سلطفي. 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 لا مؤاخذة بس عاوزينك معانا هنا في كلمتين. 10 كلمات يا عم طارق. يعني ايه بكرة الساعة 7؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هنجوز بنتنا لواحد لو عمرنا شفناه ولا حتى جاي يتكلم معانا؟ انت ازاي توافق على الكلام ده يا ماما؟ ما جايب ابوك يا ابني. ما هوش ابويا. أنا مش فاهم الراجل ده عايز مننا إيه؟ عمال يجوزنا ويودينا ويجيبنا على مزاجه. ولادنا موافقة على الكلام ده؟ موافقة على كل كلمة يقولها يا أخويا من قبل ما يقولها، يطلع الكلمة من هنا تقول أمين. أنا بقى مش موافق. ده أنا حتى ما نعرفش اسمه إيه. هشام الويشي. اسمه هشام فاروق الويشي. وصاحب شركة سياحة، وباباه مستشار قانوني. وعنده 28 سنة. الله. ده أنت تعرفيه بقى؟ أنا؟ أبداً. بابا هو اللي قال. دي هتقول لي بابا. وانت يا اختي هتتجوزيه كده غمدي؟ بقى لجنه اللي ما بيعجبهاش العجب، ما تفتحش نص عين وتقول اشوفه. لا ما هو زي ما تقولي كده يا ماما، هو لا طويل ولا قصير، ولا هو ابيض ولا هو اسمر، وشعره اسود غامق، وعينيه عسلي غامق. اه بس انت شفتيه يا بت؟ انا ابدا، بابا هو اللي قال. وابوك الخطبه ده يعرفه منين؟ راجل غني وابوه مستثار وبيعملوا في القوانين، يتجوزونا احنا الغلابه ازاي؟ سماعي؟ معرفش، بس بابا هو اللي قاله. بطلي كلمه بابا دي. بابا غصب عنك بابا، واكثر من ابويا كمان. تكبوا، ده مش ابوكي وما نعرفوش خالص. لا وصولات ولا ورق. انا عاوز فلوس ابويا كاش. ايه دلوقتي؟ الحقوا يا اما هو بيتخانق ده؟ يا لهوي الحق ابوك يا محمود. بابا ودول حمارات واراضي وانت مفلس وما حددتش اللقطه، وكل ده عشان تنصب علينا. ده حرامي، ده رد السكون. والله انا مصيح دمك. يا واد يا خبيث نزلت. بس بس يا واد خش الوقت، خش يا ولاد سعادي لحسن اطلع لك. وديني انا فاتح كرشك يا جدع. انت كرش مين ده؟ انا اللي هقطعك واشفيك على القرمه بتاعت ابوك، والنبي لا انزل لك. وديني لا سيح دمك. انا هخلص عليك يا حسن. انت مدتك على ابويا يا خالد. مد ايدك عليا يا هلا. ان ما خلصت عليك ما بقاش انا المعلم خميس ابن المعلم سلطان. تعالى يا يا غدر يا المالك يا المالك. سيبوني عليه. متشكر يا محمود، متشكر يا ابني. انا كنت بدافع عنك عشان المفروض انك ابويا. انا كنت بدافع عن ابويا مش عنك انت. انا اعذرك يا ابني، انا عارف انها صعبه قوي. راجل غريب يجي يقعد عندكم في البيت. معلش يا محمود، كل مشكله ولها حل. انا بس اخلص من جوازه لؤي دي وهفهم اهل الحاره كلهم ان انا ومحمود اتطلقنا، كل واحد بعد كده يروح لحال سبيل. وايه حكايه جواز لبنى دي كمان؟ مالها جواز لبنى؟ انا اخوها الكبير، يعني راجل البيت. المفروض اوافق على العريس اللي هتتجوزه. انت معاك حق،
المفروض انك توافق، بس الاهم موافقه لنا. ويطلع مين هشام ده كمان؟ وقت كويس قوي. ابن حلال ما يتخيرش عنك. دي هنجهزها ازاي؟ احنا مش حمل الناس دول. هم يا سيدي مش عايزين مننا اي حاجه، هم عايزين لبنى وبس. هو كان عارفها فين ولا شافها فين؟ الحكايه دي مش داخله دماغي. هو ايه ده اللي مش داخل دماغك؟ انت متشائم كده يا ولد انت. في ايه؟ الولد بيحبها وهي بتحبه. هو عارف انك مش ابوها؟ بصراحه لا. ازاي بقى عايز تبني حياتها على غش يا استاذ عباس؟ كنت يا استاذ عباس، احنا في مدرسه يا ابني. مش عايزني اقول لك يا عباس، وانت مش لطفي الجناين، مش ابويا، عايزني اقول لك ايه؟ قول لي يا بابا. يعني مؤقتا مجازا يعني. طب احنا مش المفروض نتعرف عليه ونشوف يا بابا مجازا؟ دي انت عندك حق فيها، المفروض تعرف عليه يا ابني مجازا برضه. ماشي ماشي.